هي دلوقتي اتفاجئنا ان هي بتحب القطايف، واحنا سابقين طبعا شايفين ان هي عايزه تعمل القطايف بنفسها. قطايف حلوه، قطايف حلوه بموت فيها. على فكره واكلها امبارح كانت بالمكسرات. طب يلا اعملها لنا بالمكسرات. هعملها النهارده بالمكسرات. نشوف مقادير القطايف بالمكسرات عشان فاطمه اللي هتحشيها لنا النهارده. يا ريت. معانا تشكيله من المكسرات: جوز الهند، زبيب، فستق، لوز، اللي عندك في المطبخ. بنحليها بالشربات ومعانا قطايف، والقطايف لازم تكون متغطيه في المطبخ علشان ما تنشفش، عشان تقدري تقفليها كويس وتحمريها في الزيت. تطلع من الزيت تلاقي الشربات جاهز على طول، يعني سخن وسخن. سخن وسخن، ويا ريت الشربات يكون سخن. أوكي. تبقى لطيفه كمان، يبقى احسن. انا عايزاها مقرمشه. ما خلالك كده تبقى مقرمشه. خلالك مقرمشه. خلينا اولع لك الزيت. أنا، انا قلت لكم بحب الاكل بس باكل قليل. طيب انا اعمل لك الحشوه ولا تعمليها انت؟ لا انا هعمل الحشوه. طيب بص، الحشوه اهي، حطها هنا. هنحطها هنا كده. ايوه، بتحط عليها شويه شربات. دي حلوه التراك دي. انا ما بحطش عليها شربات. ليه الشربات ده؟ عشان تبقى تمسك جوه القطايف. بس برضه جوه القطايف نفسها ما بنحطش كتير عشان ما تتفتحش وتتقطع. فين بقى؟ عايزه حاجه اقلبها بايدك عادي. عادي، ايوه، ده لازم تقلبها بايدك عشان كده بتقلبها كلها مع بعضيها. اوكي. طب الشربات بيبقى بتاعها ده تقيل شويه عشان يمسك، ولا عادي ممكن يبقى كده؟ انت زي ما تحبي، ممكن تحطي شربات وممكن تحطي عسل ابيض. اوكي، بس انا دايما تبقى تقيل شويه الشربات عشان يمسكهم يمسكها في بعض. ايوه، هي في جوز الهند مطحونه، شفت بقى التركيه والمكسرات المطحونه، فبتديكي فليفر وباودر يخليها ايه، ناعمه زي ما انت عايز. تبقى ناعم اهي كده، كمان قلبيها زي الفل تاني. ولازم يا جماعه نبقى لابسين جلافز في ايدينا واحنا بنطبخ علشان يبقى ايه، انا بحب النظافه جدا في كل حاجه. طيب افتح لك دي بقى كده. هنفكها اهي كده. انت طبعا بتلف القطايف، قفلتيها ازاي فاطمه؟ قفلتها كده. عشان طلعت شاطره في القطايف يا ماما. بحبها. بحبها. بحبه يا بابا. بحبه يا بابا. هو ده. انا وانا شغال وفاطمه شغاله في القطايف، خلونا اعمل شوربه المشروم بالكريمه عشان نكسب وقتنا، لان في الاول وفي الاخر عايزين نشوف السفره بتاعتنا على ايه. وعايزين نفطر. وعايزين نفطر. معانا مشروم، معانا بصل، ومعانا توم، معانا كريمه لباني، معانا شويه شوربه دسمه حلوين، وشويه حب من فاطمه. دي المقادير: بساطه، سهوله، مرونه. الله. مشروم، كريمه لباني، بصله، وتومه. عمليه الكرفس للشوربه، هو ملك الشوربه ده اختياري. تعالوا نعملها مع بعض سريعا كده. دي طعم تحفه في اي شوربه. في اي شوربه. مخرجنا الجميل استاذ شفيق عايزك تجيب التفاصيل الصغيره للف القطايف مع الاستاذه فاطمه وهي بتقفلها، استاذه ورئيسه قسم. اهي والله. شوف اهي. طيب عملت شويه قطايف جامدين جدا. على فكره القطايف من الحاجات اللي ممكن تتعمل وتتخزن في الديب فريزر. طلعيها تحمريها. مش هتبوظ؟ لا، بس غطيها كويس. اوكي، اهم حاجه تغطى كويس. احنا بنحمر شويه قطايف هنا معمولين كمان اهوت. زي زي الفل. عملنا عشان نوريكم بس ان انا بعرف اعمل القطايف. لازم الزيت يكون سخن يا استاذه فاطمه. اوكي، ده اللي بيقرمشها يا شيف. خليها مقرمشه. اقول لك على سر هنا كمان. ارجوك. نص ليمونه او نص برتقانه في قلب الزيت اللي بتحمري فيه القطايف. انا كنت انا كنت فاكراك هتقول لي في قلب الشربات بتاعها. لعل وعسى محمره بطاطس قبله. لا 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 يا لا شيف. عادي. لا. على مسؤوليتي. الزيت لازم يبقى نظيف يا جماعه. احنا لا عايزين طبعا نبقى اقتصاديين، ما اجيبش بقى 50 زيت البطاطس وزيت للسمك. ماشي، احنا نعمل واحده اللي هو يعني طاسه للبطاطس والحاجات وطاسه ثانيه للحلويات. انت هنا مع الشيف المغازي. ما ينفعش. اسمعي، الزيت لو انت محمره فيه بطاطس قبل كده وعايزه تحمري فيه قطايف او بلح الشام او اصابع زينب او اي زنود الست، الحلويات اللي هي بتتحمر، حط نص ليمونه ونص برتقانه في قلب الزيت كده، انت معاكي زيت فله. طب ايه رايك نبتدي بالحلويات الاول في الزيت وبعد كده نعمل بطاطس والحاجات الثانيه؟ مفيش مشكله. عادي. أيوة. عادي مفيش مشكله. عشان يبقى الزيت نظيف زي الفل. حتى انا بخاف من طعم الاكل يجي في الحلويات. مظبوط، انا معاكي، بس هي الفكره انا بحط الليمون، الليمون بيفصل الطعم بتاع الزيت. بالظبط. شفت القطايف في قلب الزيت عايمه ازاي؟ بص هو ده. انا شايفه. جميل جدا. يعني لولا ان انا صايمه النهارده كنت اكلت الحاجات دي دلوقتي حالا وذوق، بس مش هينفع احنا صايمين. انا بحب بقى الالوان الكتير في السلطه. شفت القطايف بترقص ازاي على الشاشه؟ جميل. شفت القطايف سايبه الصوت؟ سامع الصوت ده؟ سامع. سامع الصوت ده؟ على الصوت ده تنزل هنا القطايف اهي. وعايزه اقول لكم ان كل ما يكون الالوان كتير في السلد شربات، بيكون القيمه الغذائيه بتاعتها كبيره. الشربات يجي على ايامنا كلها شربطه. الله يا جماعه. الشربات ده اتعمل ازاي؟ كوبايتين سكر، كوبايه ميه، عود قرفه خشب، نص ليمونه. عايزاه بطعم الفانيليا حط فانيليا، عايزاه بطعم الحبان حط حبان. حلو قوي. زي الفل. طب يا شيف بتسيبها كده في العسل بتاعها ولا بتشيلها؟ عايزاها سكر زياده. سيبيها شويه. لا انا قصدي عشان تبقى مقرمشه برضه. مقرمشه، طلعيها من السكر على طول. على طول. ايوه، هتغرفها برضه حضرتك هنا بعد اذنك. طب يلا اهي. فين بقى التوابل؟ يلا حبيبي. بتاعت السلطه. يلا فات. بس. حط القطايف هنا. اهو. يلا. ده بطبق السلطه؟ اه. تسلم ايدك. انا عملته كده. غرفلنا القطايف هنا.
بإيديا برضو عادي. اه ما انا في حاجة. طب خلي استني انا اقول لك على حاجه حلوه. نطلع بحاجه ثانيه. استني. سريعا سريعا. لا سريعا اهو. اه بص وانت رايقه فايقه اهو كده بالمعلقه بالظبط عشان بس ما نوسخش الدنيا. انا ممكن انا حضرتك لعبك لفظ بقى. اتفضل. انا اشف. اتفضل. انا جايه نلعب النهارده مع بعض كده ونزين. اصل انا ما بحبهاش طريقه. انت اكلتك المفضله ايه يا شيف؟ احنا عرفنا انا ايه، انت ايه بقى؟ ملوخيه بالارانب وعملتها اول يوم في رمضان. الله الله. اه انا كلها دايما كنت اكلها من ايد والدتي رحمه الله عليها. الله يرحمها. من ايد مراتي دلوقتي احب اكل الباميه مع رز بشعريه. اه الباميه طاجن باميه باللحمه الضاني ورز بالشعريه، دي اكلتي المفضله برضو من ايد زوجتي. تخيل الارانب انا بحب العب معاها بس العب. أيوة. معاها مع الباميه؟ مع الارانب. مع الارانب.